إن أهل الرواب الخضر يعملون طوال النهار بكل همة، وينامون الليل باطمئنان، ويستمتعون بالأحلام السعيدة التي يرسلها العم مندور، وخاصة صديقنا راوي. أحلم كل ليلة بأنني أطير كعصفور صغير، أسابق الرياح، أطوف بالجبال، وأعشق الخيال في حلمي الجميل، أشاهد العجب في حلمي الجميل، أغني للطيور في حلمي الجميل، أغني للزهور لحبات المطر. بهلول يشرف كعادته على زعيط ومعيط، إنهما الآن يقومان بتنظيف المتحف الذي يخص زاردوك. شيء مزعج للغاية، هؤلاء المجمدون. نعم، لأنه غاضب عليهم. إن زاردوك يفكر بطريقة كريهة، كل من يخطئ يقوم بتجميده كقالب من الثلج. هذا شخص تبدو عليه الدهشة. كفاكما حديث جانبية، اعملا حتى لا تتحول إلى قوالب من الثلج. احرص على هذا يا زعيط. كل الحرص. إنه دائم السؤال عن متحفه، فليسأل رغم انشغاله الدائم المستمر. بماذا؟ يا له من سؤال، بالحصول على جوهرة الأحلام، على جوهرة الأحلام السعيدة. أظن أنكما لم تفهما، وأظن أن عبقور يعد الآن وسيلة جديدة للذهاب وإحضار الجوهرة التي تؤرق زاردوك. الإبطاء في العمل يؤدي إلى عقاب صارم، وزاردوك لا يرحم، لا يرحم، وسيقوم بالتخلص منك أنت وهو. إنه لا يرحم، لا يرحم، سيقوم بالتخلص منك أنت وهو. اعترف. وفي نفس الوقت في أرض الأحلام، نجد كل فرد يعمل بهمة ونشاط من أجل بث الأحلام السعيدة، ولكن لا يبدو أنهم يقومون الآن بإعداد الأحلام. سموك، يجب أن تأخذ حماما الآن. إن النظافة شيء ضروري وهام، لا تحاول التظاهر بالنوم. قفاز زاردوك المدمر، قفاز يطلق الطلقات السريعة. أنا واثق من شدة بطشه، واثق. هذا العبقور يجعلني أشعر بالذعر، ورغم ذلك فهو بارع. هدوءا يا رجال، أنتم كالمعتاد دائم الثرثرة. الخطأ بدلا مني، ولكن بسبب عبقور. أنا لم أكن قريبا منهم، لا أعرف شيئا ولم أفعل شيئا البتة.
نحن في غاية الأسف يا زردوك، غاية الأسف كالمعتاد، وكل ما عليك هو أن تأمرنا ونحن ننفذ. نحن دائما نخفق في التنفيذ. أكفي هذا. عبقور، أرنا ما عندك. تأثيره فعال فعال، ولكنه مؤقت. عموما أنا لا أريد الجوهرة الآن، إنما أريد العم نور الذي برجاله يحمي مندور وجوهرة الأحلام السعيدة. أريد جوهرة الأحلام السعيدة. أمرك يا زردوك، حالا سنقوم بتنفيذ أوامرك. هيا. هل يمكنني أولا الذهاب؟ تذكروا أن تأثير هذا القفاز مؤقت ويزول بعد فترة قصيرة. هيا لتحضروا المدعو نور. قد أمسكت بك. سموكا هيا، لا أظنك تستطيع التأجيل أكثر من ذلك. أنا لا أفهم يا سموكا ما هو سبب خوفك من الماء. يجب تنظيف هذه المدفأة. كن هادئا يا سموكا. كن هادئا سموكا. عد إلى هنا، عد. المدعو عبقور هذا لا تهو يتوقف عن العبث بهذه الماكينة. هذه البدالات كانت على ما يرام بالأمس. استمر، هيا اضغط على البدال. إن عبقور قدم لنا جهازا يمكننا من اختراق الضباب الكثيف دون مشقة. إنه حقا مفيد. ها نحن نرتفع نرتفع. أسرع يا رجال، هيا نرتفع. أشعر بالجوع. استمر استمر أيها الرجال. أيها الرجال، أمامنا الآن أرض الرواب الخضر حيث الرعاة، وبينهم هذا المدعو نور راعي الرعاة. لا تتوقف عن التبديل. أسرع استمر أسرع استمر أسرع. انتباه انتباه، سنقع. وقعنا. راوي، أين سموك؟ لقد انزلق من أيدينا وانطلق. سموك يخاف من الماء، يجب أن تلتمس له العذر يا راوي. التمس له العذر. نعم، ولكن لا تقلق يا عم مندور، سنذهب للبحث عنه من أجل خاطرك. هيا. إنني لا أرى فائدة من وراء كل هذا. ما الفائدة؟ لا تسألني. الفائدة أيها الرجال أننا على وشك القيام بعمل مصيادة مدمرة بدائية لاصطياد راعي الرعاة. ولن تنجح الخطة. هذا سيفي بالغرض. انصبوا الفخ هنا. نحن لا نحتاج إلى الفخ، معنا قفاز زردوك. لا تعصي أوامري يا زعيت. إن المدعو نور يتحرك فوق الشجر وليس فوق الأرض. نفذ التعليمات دون مناقشة. ترى ما هو سبب تأخر راوي وفيروزة؟ من مندور إلى نور، من مندور إلى نور، حول. إني أراهما. سموكة، ها نحن. سأذهب لأستكشف الأمر. شكرا لك، شكرا. ضغط على قدمي. صمتا. حذرتك ألا تضعها على الأرض. أعرف أن الخطة لن تنجح.
حسنا أيها الرجال، أنتم غالبا لاحظتم أن ذلك المدعو نور يتحرك طائرا في الهواء، لذلك يجب أن يكون الفخ عاليا. هذا ما قلت. لن تنجح الخطة. من فضلك دع القرار لي، وأرجو أن تعرف أن أي شخص من الرعاة سيمر من هنا لابد أن يخوض المنطقة بقدمه، وبالتالي سيمر عليها كما ترعى. إنها تعمل تعمل. أنزلوني. أسرعي. هيا. ألا تستطيع القيام بشيء مكتمل؟ لم أفعل ذلك متعمدا. إنهم رجال زردوك، ماذا يفعلون هنا؟ اختبئ. عم نور احترس. القفاز، استخدم القفاز. نجحنا. عم نور قد تجمد. هيا نهاجمهم. لا، سيتمكنون منا بذلك الشيء المشاع، فنراقب فقط. نجاحا جديدا أحرزناه. أظن قد حان الوقت لنهني أنفسنا على خطة تم وضعها بدقة وتم تنفيذها بمهارة ونجحت نجاحا بهرا. إنه لشيء رائع، ويمكننا العودة إلى منازلنا الآن. هيا انطلقوا، هيا نرحل. إلى أين سيأخذونا؟ إلى زردوك بالطبع. وكيف نلحق بهم؟ يمكننا استخدام هذه، انظر. بهلول، انظر، هناك اثنان يتتبعان رحيلنا. لا تهتموا لذلك، سيشعران بالملل ويعودان. لا تتوقعوا الإفلات منا، لن ندعكم تأخذون نور معكم إلى زردوك، نحن كثيرون جدا جدا. ياوي، إنهم لا يسمعونك، فلا ترهق نفسك. يجب علينا أن نرغمهم على الهبوط. جربي هذا الشيء. المزيد من الهمة يا رجال، مزيدا من القوة. إننا نسقط، سنتهشم. كنت أعرف أننا سنلقى حتفنا. لا أستطيع التبديل أقوى من ذلك يا بهلول، لا أستطيع. لا داعي للتهريج، حاول بجدية. انظر إليهم يا زردوك، انظر، إنهم لا يستطيعون الطيران، لا يستطيعون محاربة هذين الصغيرين، لا يستطيعون، لا يستطيعون. اجذب الرافعة، اجذبها يا زعيف، اجذبها. ماذا تقول يا بهلول؟ أنا لا أسمعك. ماذا؟ اجذب الرافعة. هذان الصغيران ذكيان جدا. منظر البحر جميل يا بهلول. لقد سقطنا في الماء يا بهلول. لا تخاف، المنظر حقا جميل يا بهلول. البحر الأزرق رائع. هناك جزيرتان صغيرتان، إحداهما تقترب نحونا، إنها تعلو فوق المياه ولها عين واحدة حمراء. لا تخاف يا رجال، لا تخاف. انتبهوا، سنستخدم القفاز لنجعله يتجمد. يتجمد؟ ما هذا؟
مفاجأة. استخدم القفاز بسرعة يا بهلول. بسرعة يا بهلول، القفاز، اعمل شيئا. لسوء الحظ. لا تقلق، لن أؤذيك أيها الوحش الجميل اللطيف المبتسم ذو العين الواحد. أبطالنا يا عزيزي المشاهد قد هبطوا في بحر الحطام، وهو بحر بلا قاع تمتد مياهه حتى بحيرة الهلاك، وقد حاول زردوك عدة مرات أن يرسل قواته عبر هذه الأعماق الرهيبة، وكثيراً ما فشل، وهذا الحطام حطام قواته. لقد عدت إلى كامل صحتي، وإن كانت أصابع قدمي ما زالت باردة نوعاً ما. إن روى فيروز على وشك الوصول، والوضع هنا أصبح مستقراً حقاً. انظر. أنت على دراية باستخدام هذا الشيء؟ لا. هل أنت متأكد من أنه قد يعمل؟ لا. هل يمكنني إطلاقه عندما تنتهي من حشوه؟ لا. النجدة! النجدة! سموكة، عودي إلى هنا. هذه هي همة الرجال القليلة من قوة الإرادة. هيا استمر في إطلاق النيران. أحسنتم، سنريهم ماذا يعني الاشتباك في حرب مع رجال زاردوك. سنخيفهم، سنجعلهم يفقدون عقولهم، سنتمكن منهم دائما. أراك تعرف فائدة هذه الكرة. عم نور، لقد عدت سالما. هل أنت بخير؟ نعم، ويجب علينا الإسراع بالرحيل من هنا. سأحضر سموكة. هل يسمح لي أن أدعو نور وراوي وفيروز باصطحابنا معكم إلى أقرب مكان، حيث أن وسيلة انتقالنا أصبحت غير صالحة؟ سموكة، تعال هنا. هل يمكننا الرحيل الآن من فضلك؟ لسوء الحظ يا رجال. أراك فتاة ذكية، سأخذ هذه ونذهب، وشكرا. لا، ستأخذنا إلى المنزل. لا أظن هذه الآلة أكثر راحة من ورقة الشجر. نذهب إلى أي مكان. المهم هو الابتعاد عن هنا. أرجو ملاحظة أنني أفعل هذا تحت الضغط. هيا
نور. نعم إنه لا نفع منه ولا ضرر، لا نفع منه ولا ضرر، لا نفع منه ولا ضرر. ولكن شكله غريب وقبيح، سأحتفظ به. أمرك. خذ ضم هذا إلى مجموعة مقتنيات. أمرك يا زردوك، أمرك. لن نستطيع الاحتفاظ بهم هنا يا عم نور. سنفكر في شيء مناسب بلا شك. سأذهب الآن. سلام. سلام، إلى اللقاء. إلى اللقاء. وحدث اصطدام فظيع. الكل أطلق النيران وأصابهم سموكة جميعا وأدخلهم طائرة عبقور. لقد أنقذ سموكة حياتنا جميعا، إنه كلب شجاع. حسنا، يبدو أن هذا شيء لطيف. قد أخذ سموكة حمامة. معذرة يا سيد منظور، هل تأمر بشيء آخر يا سيد منظور؟ لا أريد منك شيئا، لقد فعلت ما يكفي، يمكنك الرحيل. استعد بالنطاط. النطاط جاهز. استخدم البدال. البدال جاهز. لم أدرك أن الوقت تأخر هكذا. حان وقت انتهاء أحلام الليلة. حسناً يا رجال، رغم أنكم تعرفون ما حدث لنا، إلا أنني أهنئكم لأن الخطة أتت بثمار جديدة للمتحف. هذا الوحش الملعون. إنني أحب النهايات السعيدة.